Everybody fucking jump. السلام عليكم، مرحبا بالاخوان. في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقه اظهار لوحه المفاتيح الكيبورد على نظام الويندوز 7. طريقه بسيطه وسهله للمبتدئين ولجميع المستخدمين الذين يرغبون في اظهار هذه اللوحه او الكيبورد. تضغط على ستار ومن ثم تضغط على ال بروجرام هنا، ومن ثم تبحث عن هذا الملف كما تشاهدون معي، تضغط عليه ومن ثم تنزل الى الاسفل قليلا وتبحث عن ايز اوف هذا الملف كما تشاهدون معي، ومن ثم تضغط على اون سكرين كيبورد، هذا تضغط عليه وهكذا سوف يتم اظهار معك لوحه المفاتيح كما تشاهدون معي بهذا الشكل. اذا اخوان، شكرا والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.